انا من جماعه العدل والاحسان، اسال الله تعالى ان يطوعا ولو كان يجيو كل نهار والله ثم والله غنجي كل نهار. هذا هو الجهاد اللي قدرت عليه. تعاهدت الله انا وابنائي والزوجه لو كانت تفتح الابواب ديال الجهاد لكنت اول المجاهدين، واحظى ويحظى لي الشرف ان التحق بالشهداء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. حط هراء وتزييف للحقائق، نحن ندافع عن المظلوم أينما حل وارتحل، لا علاقة لنا في هذا الوقت الراهن لا بالانتخابات ولا بالتعبئة الشعبية، وإنما ندافع عن المظلوم وعن المستضعف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويحذرنا: عندك تمشي تخاذل خوك يستضعف تياكل العصا تقتل تنزل عليه صواريخ وانت قاعد في دارك فرحان، ما خصك حتى شي حاجه، لا خصك تغير المنكر. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. حنا استطعنا باش نغيروا المنكر باللسان ديالنا، نقول للصهاينه: سياتي يوم باذن الله تداسون فيه تحت اقدامنا باذن الله. عم انا تابع لجماعه الاحسان وعبرت عن موقفي. في الحقيقة الجماعة تشارك في المظاهرات وفي المسيرات انطلاقا من مبدئها التضامن مع الإنسان كيفما كان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وهذا تضامن إنساني وتضامن أيضا إسلامي باعتبار أن الفلسطينيين مسلمين والقضية الفلسطينية قضية مسلمين، قضية عرب، قضية الأمة، وبالتالي هذا المبدأ هو الأساس في التضامن وليس من أجل الركوب كما يدعى. وربما الأطراف والأحزاب كلها تفهم هذا، فقط هناك بعض المنابر التي تريد أن تشير إلى هذه الإشاعات وهي الصحيحة بالمرة. في الحقيقة هذا هو المستطاع، هو جئنا إلى هنا لنقول لإخواننا في غزة الغراء: حياكم الله، ثبتوا على الجهاد، فأنتم بوابة هذه الأمة، أنتم الذين تدافعون وتنافحون عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله لو كانت الحدود مفتوحة لساهمنا بأرواحنا وأموالنا وأبنائنا. عندما نرى تلك المشاهد لا يظن ظان أننا خذلناكم، وإنما خذلكم الحكام المطبعون الذين لا علاقة لهم بلحمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشعب المغربي جله قاطبة، وأنا بصفة إمام وخطيب جمعة أقول لكم بأن الدولة المغربية المطبعة مع الصهاينة تحاربنا حتى في خطب الجمعة، حتى لا ندعو على الصهاينة. المشاركة ديالي كانت يعني رد كتضامن مع القضية الفلسطينية، وكل المغاربة يعني يشاهدون هذه الأزمة وهذا الصراع الواقع في فلسطين والمعاناة، ومجرد مشاهدة هذه المعاناة لابد للإنسان أن يشارك، يعني باعتبار أن الفلسطينيين بشر يستحقون أيضا الحياة سواء أطفال سواء نساء، وبالتالي كان هذه المسيرة يعني استجابة يعني نداءات كثيرة للتضامن مع هذه القضية.